ايوه جينا للضاد. الحرف العسير، وان شاء الله بصير يسير باذن الله. الله يسلمكم. الضاد كما ذكر ائمتنا من حافة اللسان اليمنى او اليسرى او منهما معا، مع ما يحاذيه من الجدار الداخلي او الصفحة الداخلية للأضراس العليا. ض ض ض ضو ضي. حقيقة الضاد ايها الاخوة، لو شبهت يدي هذه باللسان، كل هذه المناطق الأطراف كلها تشارك في الانغلاق لما يقول القائل أب، كلها. لكن لحظة لحظة، لكن الضغط والاتكاء على الجانبين، على منطقة المربعات الزرقاء. شايفين المربعات الزرقاء هذه؟ هي اللي عليها الايه؟ الضغط. ض ض ضو ضي. المنطقة الصفراء هذه مشاركة لكن ما عليها ضغط. عرفتوا شو الضغط؟ ض ض. إذا ضغطت على المنطقة الصفراء سيخرج معك دال مفخمة. وضح أخي؟ يعني مثلا اسمعوني، ولا الضال، مهما قال ولا الضاء، شو حيخرج معه؟ دال مفخمة، ما حتخرج ضاد أبدا، طالما أنه يعتمد ويتكئ على المنطقة الأمامية. الاعتماد والاتكاء والضغط يكون فين؟ في الحافتين اليمنى واليسرى. ضا ضا ضرب. ضا ولا الضاء غير المغضوب. طيب الله يسلمكم، انتبهوا إلى ما سأشرح أرجوكم. هذا يدي هذه سأشبهها بسقف الحلق أو بغار الحنك الأعلى، ماشي؟ ويدي هذه باللسان. لما نقول أب، لما نقول أب، قلت منذ قليل كل هذه المنطقة شو صار فيها؟ انقفلت. طيب طالما انها انقفلت والهواء منين عم يطلع؟ من القصبة الهوائية من هنا. شو بيعمل على اللسان؟ يضغطه الى الامام، لانه صار المكان مغلق. فلما يضغطه الى الامام، لما يضغطه الى الامام شو بيصير باللسان؟ ينزاح قليلا الى الامام، مليمترات بسيطة، إلى أن يلامس رأسه منطقة التقاء اللحم بالأسنان، إلى أن يلامس رأسه منطقة التقاء اللحم بالأسنان. هنا انتهى صوت الضاد. بهالعملية هي الله يسلمكم، كمية، أرجو ركزوا معي شوي، كمية الهواء المحجوزة خلف اللسان لما تقدم اللسان إلى الأمام، الكمية الهواء زادت ولا بقيت كما هي؟ زادت. يعني كان اللسان هكذا وتقدم إلى الأمام، هالفراغ الفموي الوراني زاد ولا بقي كما هو؟ زاد. لذلك سيبويه قال فيها شبه نفخي، فيها شبه نفخي. أنت لما بتجيب بالون وبتنفخه تدخل جسما لطيفا في جسم كثيف، اللي هو الهواء جسم لطيف والبالون جسم كثيف. لما بتنفخ الهواء في البالون شو بصير بالبالون؟ يربو ويزيد. من هنا جاءت كلمة استطالة. استي قلنا للطلب، أليس كذلك؟ استطالة شو يعني؟ طلب الطول. تبهنا، كأن الضاد شو صار فيها؟ طالت، زادت، ربت، ازداد حجمها، شبه النفخي. تعابير مختلفة معناها واحد. أم ف
ولولا فضل طبعا الآن أنا عم بطئ ولا هي في القراءة بتكون أسرع. ولولا فضل الله، هذا بالتلاوة، بالتصوير البطيء، واضح الصوت لما أقول شو عم يصير باللسان؟ إذا رح نعمل واحد اثنين، شو رأيكم؟ واحد يصطدم حواف اللسان بالحنك، اثنين يتقدم رأس اللسان إلى الأمام تحت تأثير الهواء الضاغط، والصوت مستمر ولا منقطع؟ معناتها الضاد رخوة ولا شديدة؟ رخوة، لأن صوتها مستمر ما انقطع. فبعض إخواننا اللي ما دارسين تجويد بتعمق بيجي بده يقرأ الفاتحة بيقول لك غير المغضوب عليهم ولا شو عم يعمل؟ عم يجيب سكت، عم يجيب فراغ صوتي. يا عمي ما في فراغ هون، الضاد صوتها مستمر. ولا الضاء لكن العمل ايش به؟ سريع نسبيا. قد يسأل سائل هل هذا العمل في الضاد الساكنة فقط ولا في الضاد الساكنة والمتحركة؟ في الضاد الساكنة والمتحركة، إلا أنه في المتحركة أقل وضوحا وفي الساكنة أوضح، كسائر الصفات. سائر صفات الحروف تكون أوضح فين؟ في الساكن. يعني أنت لما بتقول تشكرون فيها تفشي ولا لا؟ طب لما تقول شاكرا فيها تفشي ولا لا؟ فيها ولا لا؟ مين أوضح؟ ليه؟ لأنه ساكن زمنه أطول. تش، بينما شا يعني مجرد ما نطقت الشين انتقلت أنت لإيه؟ للحرف اللي بعده. واضح إخواني؟ واضح، الله يسلمكم. إذا الاستطالة، ركز معي، الاستطالة حركة اللسان وجريانه. جريان صوت الضاد هذا مين؟ رخاوة. انتبهتوا كيف؟ يعني لما أخ ما بيجيب الصوت الممتد ما بتقول له جيب الاستطالة، شو بتقول له؟ جيب الرخاوة. انتبهنا؟ الرخاوة للصوت والاستطالة للمخرج. انتبهنا أخي؟ ولض هذا استطعنا بقدر ما ربي أعطانا من قوة أن نعبر عنه بهذه الصورة. سأعيدها لكم، ولاحظوا بأن اللسان ينتقل من الوراء قليلا، يعني يصطدم، هذه خطوة رقم واحد، يمتد إلى الأمام وانتهى صوت الضاد. ولاحظوا يعني عبرنا عن زيادة كمية الهواء المحجوزة خلف اللسان بكثرة عدد الأسهم. شايفين هذه الأسهم اللي هنا؟ شوف هلا شو حيصير. أض، كمان مرة أض، ملاحظ أض، كمان أض، شوف راس لسان أض، راس لسان أض، لاحظ حركة راس اللسان أض، كمان أض، كمان أض. طب الآن الهواء المحجوز خلف اللسان، لاحظ أض، لاحظ أض، شايفين كيف عم يكبر؟ هاي الاستطالة يا أخوانا. وبرجع بقول هذا كله كلام يعني هكذا، سنعود إلى هذا الكلام لما نتكلم على صفات الحروف. إذن من الخطأ يا أخواني أن نتكئ على مقدم اللسان عند نطق مين؟ الضاد. انتبهنا شلون؟ ستخرج معنا مين؟ دال مفخمة. هذه من باب زيادة الإيضاح. هذا الله يسلمكم اللسان، وهذا الحنك الأعلى، يعني هاد سينطبق على هاد. المنطقة الصفراء هي ستنطبق على المنطقة الصفراء هذه، والمنطقة الخضراء هنا وهنا ستنطبق على المنطقة الخضراء هنا وهنا. لذلك قلنا منطقة الضغط والاتكاء، شايفين؟ وهذه شو سميناها؟ منطقة التلامس. هذه ايش؟ أقصى الحافة. على فكرة يقال الحافة مو الحافة، انتبهنا؟ ليست بتشديد الفاء، انتبهنا شلون؟
الحافة حافة اللسان وليس حافة اللسان، ليست مشتقة من حففة. نعم. ضاد متحركة أيضا هنا حاولنا أن نعبر بالأسهم عن أن الصوت يتجه يمنة ويسرة ولا يتجه إلى الأمام. لما بتقول ضا 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 الصوت كيف عم يروح؟ ضا يمين ويسار، ما عم يروح إلى الأمام. لو كان الضغط على المنطقة الأمامية كان الصوت شو عمير؟ طلع من الأمام. لاحظ في شيء عم يطلع من هون أو من هون، الصوت عم يروح فين؟ يمين ويسار. يعني كل هذه وسائل عم نحاول نقرب إلى الإخوة حقائق ما يجري داخل الفم. وضح إخواني؟ طيب ننتقل إلى الحرف الذي بعده وهو مخرج إيش؟ اللام.